راه بايعة الخوت ب 76 تبارك الله، الله يسخر لمولاها. هاد الرشيان هاد وريهم وريهم هاي جا تبارك الله الله يسخر. تعال تعال يا خرجوا من تعال من تبارك الله والله يسخر الموالي الخوش الله يجيب لهم كيسه الله يسخر. شحال عطينا صالح هو صالح عاطين 62 في ربعه هادي ليكم واحد عاطين 3100 الخوش في ربعه محايدين واحد صالح راه ما بغاش يبيع بغا يبيع جمله بغا يجي يبيع جمله الخوش عاطين دابا 62 3100 الحجر قادر راه بغى يبيع صالح راه ما بغاش يبيع الشراق اللي معاه ما بغاش الشراق ما بغاوش شراكو فيها ثلاثة الناس صافي راه راح سموها الخوش او صالح ابيع الناس الناس اللي عمرها دار ابيع لهم ما كاينش ها بغى يحيد لك هذا فلوس ناديه ها هو لا ما كانش ما كان السلوك اش غادي نقول لا ما كان السلوك راه الله يحسن العوان راه ناديه اللي بغيت تبيع فلوسك زياده ايوا غيتلاح ان شاء الله الفلاحة العالمية في اليوتيوب في الصفحة فيسبوك هاي الفلاحة العالمية تبارك الله الله يسخر والله يسهل عليكم راه صالح راه ما بغاش يبيع عليكم الله يسخر عليكم اخويا الله يسهل عليك خويا مصطفى اليوم راك داخل الخميس تبارك الله عليك اخويا شحال الثمن خويا حكيم هذه قال الغلام ديال الدراوش ديال الدراوش انا ما بغاش يعيط شحال الثمن اخويا شحال الثمن اخويا 2000 درهم المعطى 40000 الخوت المعطيه 43 40 عطينا حريفي جا 43 باش قطعتها يا خويا بقات بيناتهم 150 درهم تبارك الله جوج ثمن واحد تبارك الله وبالنسبه لهاد السلعه راه سلعه زينه تبارك الله والسلعه ديال الدراوش شي حاجه في الدار القرقاع غادي نصوروا ان شاء الله ولكن غادي نقولوا النميره وصيفط المشاهدين في الواتساب ان شاء الله مرحبا اخويا مصطفى تبارك الله الله زينه انت معروف عليك كدير سلعه نقيه والمشاهدين راه كاع اللي كيصوني وراه كيصوني وعلى شي حاجه معقوله هادي اخويا حاكم شحال فيها من راس في 14 تبارك الله قلتي الثمن معطيه 2000 درهم قطعتوها انتوما ب 43 بقات بيناتكم 150 درهم تبارك الله سلعه نقيه تبارك الله خويا مصطفى قول النميره للمشاهدين واللي بغى شي حاجه راه غادي يتصل بك 077 077 41 41 28 28 45 45 اللي بغى شي حاجه اخويا مصطفى مرحبا نشوفوهم كاينين ست اخرين قولي 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 لنا المشرق شريتهم اليوم انا شريتهم هيا تبارك الله راه يلاه شريهم 32600 المشره ديالهم ما عطيهش حاجه فيهم ديال الربيح ما عطيه فيهم 150 درهم ربح 150 درهم في الواحد حاله 25 درهم في الراس تبارك الله تاهم مزينين
بدريه ملاح لا بدريين زينين تبارك الله. خويا مصطفى راه قلنا للمشاهدين ملح من هذاك الشيء اللي كاين لي تبارك الله. راه قلنا النمره خويا مصطفى مرحبا وراه غادي يتصل بك المشاهد التليفون نوريك هذاك الشيء مرحبا ما عرفتش غادي دير. راه قلنا النمره خويا مصطفى وراه غادي يتصل تبارك الله. هاي السليعه تبارك الله تبارك الله سليعه نقيه خويا مصطفى مرحبا والله يسر لك اخويا. راه قلنا للمشاهدين النمره اللي بغى شي حاجه راه غادي يتصل مرحبا الله يسخر لك اخويا. هادو راه قال لك المشره ديالهم 1632 راه معطيه 150 درهم ديال الربيحه والله يسخر لي. خويا اسم محمد كي داير؟ بخير الله يحفظك اخويا منور تبارك الله والسلعه راه منوره تبارك الله الله يصلح. الثمن شحال اخويا اسم محمد؟ 68 اللي عاطين 3400 درهم الخوت اللي عاطين في هاد السليعه. المرقد ديالها منين اخويا اسم محمد؟ المرقد تادلة تبارك الله تبارك الله راه عاطين 68 المرقد تادلة سلعة زينة تبارك الله الله منورة تبارك الله. بالنسبة للمليح راه ما داخلش اليوم بس قليل شوية قليل ها هو راه قليل شوية. انت بشحال بشحال قطعت الثمن ديال البيع؟ قلت لي 3570 تبارك الله. فيها شي حاجة ثنية فيها ثنية وسنين الحليب تبارك الله فيها ثنية وسنين الحليب. خويا اسم محمد بغيتي تقول النمرة للمشاهدين مرحبا مرحبا خويا اسم محمد 06 77 65 45 91 جر لينا خويا وخليه يشوفوا المشاهدين تبارك الله. جر لينا هذا الخير جر إلى هنا جر إلى هنا يشوفوا المشاهدين تبارك الله. هاتوا خيرات تبارك الله خيرات لهم وبيري الله يصلح تبارك الله تبارك الله. جر جر لينا خويا هذاك هذاك الخير هذا هاتوا تبارك الله السلعه راه زينه اللهم بارك الله يصلح. المليح راه كاين اخويا اللي بغى شي حاجه راه غادي يتصل بك ان شاء الله وراه غادي يتصاوب مع المشاهدين ان شاء الله في الثمن الله يسخر لك تبارك الله تبارك السلعه زينه اللهم بارك. والله يسخر ليكم والله يسهل عليكم اخويا الله يجيب لكم تيسير. الثمن شحال قلتي لي اخويا اسم محمد؟ 55 تبارك الله عاطين 55 مع شحال فيها من راس اخويا اسم محمد؟ 14 14 تبارك الله عاطين 55 تبارك الله 14 راس. المرقد ديال اخويا اسم محمد منين؟ مرقد تادلة تبارك الله 14 راس الخوش راه عاطين 55 المرقد ديالها تادلة فاش حاجة ثنية ياك؟ أسنان الحليب كاملة أسنان الحليب ما فيهاش ثنية الخوش كاملة أسنان الحليب. هانتوما السلعة تبارك الله سلعة زينة تبارك الله تبارك راه عاطين 55 في هاد السلعة والله يسر لك الأمور أخويا اسم محمد الله يسر لك الأمور. شحال الثمن هنا اخويا اسم محمد؟ 64 3120 درهم. هذا بعته هذا بيوع هذا بيوع بوحده ب 66 3300 درهم تبارك الله. ها هو راه بيوع ب 66 3300 هذا غادي بيا للعياد ياك تبارك الله. السيد منين هذا اللي خاطر؟ من دار بيضا من كازا تبارك الله الله يسخر لي الله يسخر لي. ما شحال فيها من راس اخويا اسم محمد؟ فيها 8 تبارك الله 8 الحواله زينين مزردين لهم وبيري تبارك الله. المرقد ديالها منين اخويا اسم محمد؟ المرقد منين؟ من ولاد فارس تبارك الله. مرقد زين تبارك الله الله يصلح. المليح تبارك الله كاين هاي قرا المليح شويه قليل اليوم المليح راه قليل اليوم لا والو المليح قليل والله يسخر لكم اخويا اسم محمد الله يسخر لكم سليعه زينه تبارك الله. قيسر كيدخل فيها المليح والفقي بن صالح والبروج تبارك الله هذه تاهي راه سلعه مليحه تبارك الله والله يستر لكم اخويا.
ديزو هذا اخويا ديزو شحال ديزو اخويا 65 65 باش ديزو تبارك الله راه ديزو الخوت هادو ديزو ب 65 والله يربحو الله يسهل عليا تبارك الله راه ديزو ب 65 ثلاثه ثنايا ياك اخويا ثلاثه تبارك الله بثلاثه ثنايا الخوت راه ديزو ب 65 الله يسهل على مولاها الله يسهل عليا تبارك الله الله يسهل عليكم اخويا الله يسهل عليكم كدي هنا مول التيرازا كلشي مزيان المليح تبارك الله قلتي شحال معطي يا اخويا 80 قال جوج جمله 82 باش قطعتي انت الفرادي 82 تبارك الله الفرادي الخوت 82 المعطيه والجمله 80 قال الجوج تبارك الله ما عرفتش دايره في السن جوج ثنايا وواحد سنان الحليب انا هو اللي سنان الحليب اخويا هذاك اللي شادو هذا الراجل وهاد الجوج راه ثنايا الخوت جمله بثلاثه راه معطيه 80 قال الجوج وفي الفرادي 82 المرقد ديالو منين اخويا من هنايا من ولاد مراح تبارك الله المرقد ديالو مال خوشه من هنا من ولاد مراح والله يسخر لك بغيتي تقول نميره للمشاهدين مرحبا بغيتي تبيعهم هنايا الله يسهل عليك الله يسهل لك تبارك الله تبارك الله هادو دازو الكاسكيطه هادو داز دازو هادو ياك شحال اخويا شحال دازو 10000 500 درهم الخوش باش دازو هادو تبارك الله دازو 500 درهم 10000 ديال مزيان ما فيها لا سكاريه لا والو في العين زينه تبارك الله لا زينه الله يسخر عليكم المليح مرحبا بك اخويا عمر مرحبا بك تبارك الله ثمن اخويا عمر هنا شحال 31 ونص تبارك الله المعطيه لا زينه تبارك الله سلعه زينه تبارك الله مناقور اخويا عمر الله يصلح تبارك الله تبارك الله زينه لهم الله يصلح تبارك شحال فيها من راس اخويا عمر 24 راس بارك الله راه عاطين 31 ونص المرقد تاد لكن ما العاده تبارك الله بقي بن صالح تبارك الله شحال قلتي لهم الثمن ديال البيع اخويا عمر شحال 33 تبارك الله راه قطعه ب 33 ولينا النميرة اخويا عمر اللي بغى شي حاجه ان شاء الله راه غادي يتصل بك 07 70 41 15 86 اللي بغى شي حاجه اخويا عمر راه غادي يتصل بك اصلي عزينه تبارك الله الله يسخر لكم اخويا عمر تبارك الله المليح كاين تبارك الله اخويا المليح كاين تبارك الله الثمن شحال اخويا 67 المعطى لا عاطين تبارك الله عاطين 67 تبارك الله سلعة زينة تبارك الله لي تيبت اخويا 67 ياك تبارك الله انت شحال قلت لي سنان الحليب فاتني وسنان الحليب الخوش تبارك الله جايبها من الدار ياك من الدار المرقد ديالها منين اخويا من لفقي بن صالح المرقد ديالها من لفقي بن صالح عاطين دابا 67 بالنسبه للثمن اليوم واحد كيدير الثمن اخويا الثمن كاين السلعه شويه قليله اليوم لا اليوم السلعه قليله بالنسبه لهذاك السوق اليوم شويه فرق هذه الخوش راه عاطين فيها 67 تبارك الله فيها سنان الحليب وثنايا والله يسخر لكم اخويا الله يجيب لكم التيسير تبارك الله الله يسخر لكم